صحيح معناها عنده نكهة خاصة. أنا عشت دربيات بين الترجي والنادي الإفريقي، لكن الدربي هذايا ثم ضغط جماهيري كبير برشا، ثم أنونجومون كبير معناها بالنسبة للجمهور، معناها كوسوسوا من الملعب الجابس ولا من المستقبل الجابس. إن شاء الله معناها غدوة المباراة تدور في أجواء طيبة على مستوى الروح الرياضية، لأنه أبري تو سيت أن ماتش دو فوتبول وما بين أجوار. دونك ان شاء الله اللي يلعب خير يفوز، والفوز هو الافضل ان شاء الله. مشينا تربصنا في سوسه، دونك قعدنا تقريبا 10 ايام غاديكا، ومن بعد رجعنا معناها ديريكتومون اون ستاج في لوتيل هنا في كتانا. دونك ما حسيناش بون في النهار اللي جايين نتاعنا في البيوس. صحيح لقينا جمهور اعترضنا واهازيج وفرحه كبيره واستقبال معناها رائع الملعبيه، لكن توا البريسيون بدات تنقص بالنسبه لي. انا ما جوني با دو بريسيون، انا اون تونك انترينور الحقيقه نحضر في ليكيب نتاعي سور بلون مونتال سور بلون سيكولوجيك، انه سي ان ماتش كوم لي زوتر 90 دقيقة ويوفى المباراة، ومازال عندنا معناها رهانات أخرى. إن شاء الله معناها المباراة تبدأ في صالحنا احنا، والملاعبية يكونوا حاضرين على المستوى الذهني سورتو والفني والتكتيكي.